هو حضرتك بتشرح كلام ولا حضرتك بتكتب زي لا المرة اللي فاتت؟ لا لا لا، هكتب واشارك دلوقتي الصفحة، ودلوقتي تشوفوا الكلام اللي انا بقوله. تمام. تمام. يبقى احنا التكامل ده قلنا هو عكس مين؟ عكس التفاضل. طب هو التفاضل ده كان بيقول ايه يا ولاد؟ التفاضل ده لو ان داله ص بتساوي 5 س تكعيب سالب 2 س تربيع سالب 5 س زائد 10، وانا عايز افاضل الداله دي، بعمل ايه؟ حد يفكرني؟ بننزل الأس وبنضربه في الرقم اللي قدام، بعد كده بننقص من الأس واحد. برافو عليك. باخد الاس اللي هو 3 بضربه في الاساس ونقص من اس 1 ناقص، وده برضو الاس في الاساس 2 في 2 ونقص من اس 1، و5 س تفاضلها ب5 وال10 تفاضلها ب0. ده مقدمه على التفاضل. تعال نشوف بقى ازاي التكامل عكس التفاضل. ازاي بنقول ان التكامل عكس التفاضل؟ اولا تفاضل العدد الرقم الثابت ده كان بصفر، صح ولا نعم؟ انت فاتح الشير، هو الشير مش مفتوح عندكم؟ بالصور ما عندكمش صورة؟ كده بقت موجودة. طيب كده موجودة؟ ايوه مستر. طيب يبقى احنا قلنا التكامل عكس التفاضل، عكسه، وقلنا مثال على التفاضل اهو، وزميلتكم هي اللي قالت احنا بنضرب الاس في الاساس يا مستر ونقص من اس 1. تمام. التكامل عكس ذلك تماما، انا بزود الاس 1 واقسم على الاس الجديد. ازود الاس ايه يا اولاد؟ 1 واقسم على الاس الجديد. مثال يا مستر يوضح لنا الايه الموضوع. لو ان الراجل قال لي ايه اوجد علامه التكامل دي 3 س تربيع 3 س تربيع زائد 4 س زائد 2، كل ده بيقول لي تكامله بالنسبه لداله س. خد بالك بقى هعمل ايه، باخد الحد الاولاني اهو هزود الاس ده 1، والاس ده كام؟ 2، بقى 3، واقسم على الاس الجديد. الاس الايه الجديد اللي هو ده زائد الاربعة سين دي، دي هنا اصلا سين اس 1. تمام. لما اجي اكملها يا مستر بزود الاس 1 واقسم على الاس الجديد زائد الاتنين دي. واحد يقول لي تكاملها بصفر يا مستر، اقول له لا يا بابا، ده تفاضلها بصفر، اما تكاملها بتزود عليها س، بتزود عليها مين؟ س زائد حاجه اسمها ثابت التكامل، زائد حاجه اسمها ثابت التكامل. بعد كده باختصر 3 دي هتروح مع 3 دي، يبقى الحد ده ما فيهوش الا س تكعيب، وده على 2 فعل 1 وده على 2 فعل 2، تبقى 2 س تربيع زائد 2 س زي ما هي زائد ثابت. تخلص كده المسألة. حد له أي استفسار؟ احنا في آخر السنة. حد له أي سؤال؟ شباب. بس أنا عندي مسألة، بس هي مش في التكامل، اللي هي قاعدة التسلسل. في التفاضل؟ أو ابعتها لي خالص. أنا بتكلم في التكامل دلوقتي. حد له تمام. أي سؤال في التكامل؟ اللي انا بشرحه دلوقتي حاليا، حد له اي سؤال؟ تمام يعني لغايه كده؟ طيب عايز واحده تحل معايا المساله اللي جايه دي؟ اللي عايزه تحل معانا ترفع ايديه. بيقول لي كامل
ستة سين تربيع زائد اتنين سين زائد أربعة ها بالنسبة لدالة سين. طب التكامل ده هيساوي ايه؟ مين يعرف؟ يلا يا ندى ناخده ندى الأول. يلا ندى. نعم يا مستر. يلا بابا. التكامل تكامل تبقى 12 سين تكعيب على الثلاثة. ايه ده ايه ده؟ انت جبت 12 من ايه؟ هتبقى 6 سين تكعيب على الثلاثة. زائد أربع سنين لسه على التلاتة في الواحد على التلاتة في الاثنين على لا زائد اتنين سي لا سين تكعيب زائد أربع سين زائد ثابت دي هنقولها صد ثابت خلاص. طيب بعد كده زي ما ندى كده حلت الراجل يقول لي ايه اوجد الداله هو عاوز يحسب الداله عاوز يحسب ايه يا اولاد عايز يحسب الداله صاد اذا كانت دال صاد على دال سي بتساوي كذا يعني هو بيقول له دال صاد او صاد بتساوي تكامل خدوا بالكم بقى من الحتة دي تلاتة سي تربيع زائد اتنين سين ناقص تلاتة بالنسبة لدالة سي خلاص ثم هيملت ايه عند النقطة اديني بقى نقطة هنا واحد واثنين دي سين ودي مين بقى ودي صاد شوف بقى هنحل مسألة زي دي ازاي شوف هنحل مسألة زي دي ازاي انا هكمل عادي هقول تلاتة سين تكعيب على تلاتة هتبقى فيها السين تكعيب زائد اتنين سين تربيع على اتنين فيها السين تربيع سالب تلاتة سين زائد مين زائد ثابت اول ما اجيب المساله كده ما خلصتش اقوم معور عن س بواحد وص بكام وص باتنين يلا بينا عاوز شيل ص وحطه مكانها اتنين جبتها منين يا مستر الاتنين من هنا شايفينها وس تكعيب س بكام بواحد يبقى واحد تكعيب واحد في واحد في واحد بواحد زائد واحد تربيع بواحد سالب 3 في 1 ب 3 زائد كام؟ زائد ثابت تكامل. 1 زائد 1 ب 2 ناقص 3 يبقى ناقص 1 يبقى دي 2 هتساوي ناقص 1 زائد ثابت. نطلع الناقص 1 ده بالموجب بره يبقى 2 زائد 1 ب 3 يبقى الثابت طلع ب 3 يبقى الصاد يبقى الصاد دي هتساوي سين تكعيب زائد سين تربيع سالب تلاتة سين زائد الثابت بكام؟ بتلاتة عايز تعرف شغلك صح ولا لا؟ ايوة ها تعالى هنا هو الاصل بتاعك كان كام؟ صار كان بتكامل تلاتة سين تربيع زائد اتنين سين سالب تلاتة صح؟ فاضل ده هات دال صاد على دال سين هدي لك ايه؟ 3 س تربيع زائد 2 س سالب 3 هي هي اللي فين؟ هي هي اللي فوق بشغلك صح تمام كده؟ طيب أي سؤال؟ أي سؤال يا شباب هنا؟ طيب المسألة اللي جاية حلها معايا فاطمة الزناتي تعرفي تجيب الثابت؟ ما شاء الله تمام؟ هقول بس ملحوظة لفاطمة تمام قبل ما نشتغل عشان
ما تتصدمش. لما يكون عندي يا فاطمة، لما يكون عندي تكامل 2 س مضروب في س سالب 2 بيقول لي كامل الكلام ده بالنسبة لدالة س، اعمل ايه بقى؟ لازم اضرب ال 2 س الاول في القوس، يعني اقول له بتساوي اهي 2 س في س ب 2 س تربيع سالب 2 س في 2 ب 4 س بالنسبة لدالة س، وابتدي ايه؟ وابتدي اكامل عادي، ازود الاس واحد يبقى 2 س تكعيب على 3 سالب 4 س تربيع على 2 زائد مين؟ زائد ثابت التكامل. هديها فاطمة كده؟ ايوه تمام يا مستر. تمام يا مستر، يلا المسألة بتاعتك بقى اهي. بيقول لك اوجدي تكامل، زميلتك اللي بتحل اهي، 3 س افتح قوس س سالب 2 بالنسبة لدالة س عند النقطة 2 و 3. انا معاك يا فاطمة، يلا خطوة خطوة. قول هنعمل علامة التكامل، هنفك القوس 3 س تربيع ناقص 6 س، بعدين هنزود الأس واحد ونقسم على الأساس، هتبقى 3 س تكعيب على 3 ناقص 6 س تربيع على 2، هتبقى س تكعيب. اوعي تنسي الثابت يا بت. ماشي. اوعي ايه؟ اوعي تنسي الثابت يا فاطمة. يلا بقى. هتبقى س تكعيب ناقص 3 س تربيع زائد الثابت. خلصت على كده؟ لا، هنجيب بقى عند النقطة 2. 2 و3. 2 و3. هنعوض عن الصاد ب 2. لا، الأولى تبقى س والتانية تبقى ص. تلاتة بتساوي 2 تكعيب بكام؟ بستة يا بت. 2 تكعيب بتمانية. معنى التكعيب. 2 في 2 معنى التكعيب. ماشي. ناقص 3 في 2 تربيع في ناقص بتساوي 12 في 12 زائد الثالث 3 بتساوي 8 ناقص 12. 3 ناقص 12 تساوي كام؟ 8 زائد أنا هرجعك الابتدائي تاني يا بت، انا هرجعك الابتدائي. 8 ناقص 12 ب 8 ونحط السالب يا فاطمه. نعم. 8 ناقص 12 ب 8 ب 4 سالب 4 يبقى سالب 4. وبعدين هنودي الثابت الناحيه الثانيه وهننقل، هتبقى سالب 3 ناقص سالب 4 ناقص 3 تفضل زي ما هي يا بابا، الثلاثه تفضل زي ما هي والسالب 4 دي تروح لها بره تغير اشارتها يطلع الثابت ب7. واحدة واحدة يا فاطمة، واحدة واحدة. التلاتة ثابتة زي ما هي قاعدة في بيتها، واللي يجي لها هو اللي غير اشارته. فاهماني؟ ايوه مستر. اقوم واخد المعادلة دي بقى من فوق كده 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 جايبها هنا تاني، صوت هتساوي س تكعيب سالب 3 س تربيع زائد 7. يلا هنحل مسألة بسرعة والناس كلها تحلها وتبعتها على التليجرام دلوقتي. تكامل 2 س تربيع سالب
تلاتة سين وبره القوس في اتنين سين والنقطة اهي واحد واتنين اوجد صاد يلا حلو وصوره وبعته على التليجرام الناس تنقل المسألة الأول يلا يا شطار يا مستر عند النقطة كام وكام؟ واحد واثنين عند النقطة واحد واثنين ما حدش بعد خالص على التليجرام التليجرام قدامي واضح الناس يا جماعة تلتزم بالمواعيد الناس تلتزم بالمواعيد انا على حسب وقتي هبعت على التليجرام على حسب وقتي مش هرتبط انا بالساعة 3 الساعة 4 منين ما هكون فاضي هبعت الرسالة عشان الناس تكمل التكامل على خير الناس تخش على قناة دبلوم صناعي وتخش على قوائم التشغيل تخش على الدبلوم حل امتحانات الرياضة اللي فيه أمل أحمد بعدت اهي وقالت ان صاد تتكتب كده يا بنت يا أمل كتب ان صاد بتساوي لازم تكتب صاد ها بتساوي س اس 4 سالب 2 س تكعيب حد تاني محدش غير امل المفروض احنا بنراجع المفروض دي مراجعه يا اولاد ويا بنات قول لكم بنات احمد محمد عبد الرازق احمد انت حضرت من اول الحصه لا يا مستر طب انت عندك فكره يا احمد عن التكامل ولا لا عندي فكره انت يعني انت بتحل معانا دلوقتي تمام يلا فاطمة ما فيش حاجة اسمها السالب بثلاثة وخلص المسألة على كده يا بنتي يا فاطمة يا زناتي يا بنتي يا فاطمة يا فاطمة نعم يا مستر ما فيش حاجة اسمها الثابت وخلاص واسكت على كده لا أرجع للمعادلة صاد أقول صاد بتساوي س تربيع سالب 2 س تكعيب زائد 3 فهمت قصدي؟ وفاطمة محمد نفس الكلام بصوا يا أولاد بصوا يا بنات نرجع للمسألة اللي فاتت شفت أنا في الآخر عملت إيه؟ أنتوا شايفين دي ولا لأ؟
شايفين البرواز ده يا اولاد؟ ايوه يا مستر. طيب انا جيت لازم ارجع لصاد دي، لازم اخد صاد دي في الاخر، ما وقفتش ان الثابت بيساوي 7 وقلت المساله كده خلصت، لا المساله كده لسه ما خلصتش، لازم اجيب صاد دي اللي فوق اللي انا قاعد عمال اعمل فيها بالواز اهو. تمام، واشيل الثابت اللي فيها واحط كام؟ واحط السبعة. خلاص كده مش هنحقق، وناخده حاجة تانية، ناخده كمان مثال يا شباب، عايزين كمان مثال. فاطمة محمد صلحي وبعت، وفاطمة الزناتي تصلح وتبعت او تكمل وتبعت. طيب لعدم مضيعة الوقت، لعدم مضيعة الوقت هاخد مسألة كمان بس مختلفة بقى، بس مختلفة شوية، خدوا بالكم بقى ركزوا معايا. لو قال لي الراجل جاب لي تكامل، لو ان الراجل قال لي تكامل واعطاني قوس يا اولاد س سالب 1 الكل اس 4 بالنسبة لدالة سي. ها خد بالك هتعمل ايه بقى، خد بالك من طريقة الحل، هتعمل شرطة كسر كده ماشي، وتاخد القص ده كده وزي ما هو، وتزود القص ايه 1 وتقسم على القص الجديد في تفاضل ما بداخل القوس، بتفاضل ايه ما بداخل القوس، يعني هتبقى س سالب 1 الكل اس 5 على 5 في كام؟ مين يقول لي تفاضل ما بداخل القوس كام؟ 1. برافو عليك، 1. برافو عليك، هيبقى س س سالب 1 الكل اس 5 على 5، وبتخلص المساله على كده. واضح؟ طيب عايز بنت شطوره تحل معايا، ما تكونش حلت معايا النهارده، تحل معايا المساله اللي جايه دي عشان يبقى خدنا حالتين حتى اقل ما فيها في التكامل. المساله اللي جايه دي كده مع بعض كلنا نكتبها يا شباب، تكامل 2 س سالب 1 كل اس 5 بالنسبه لداله س. هقول أمل أحمد، أمل نعم يا مستر، يلا يا بابا هنقول تكامل وهننزل الأس القوس زي ما هو اللي هو 2 س ناقص 1 وهنزود للأس 1 هيبقى 6 وهنقسم على 6 بتفاضل ما بداخل القوس يعني في 2. برافو عليك، برافو عليك، زائد الثابت يبقى ده هنا خلاص هيبقى 2 س، هتبقى 2 س ناقص 1 اس 6 على 12 كل اس 6. احنا قلنا على تفاضل ما بداخل القوس اللي هو 2 يبقى دي على 12 زائد ثابت التكامل. طيب مساله ثانيه، مين ثاني رفع ايده غير امل؟ فاطمه، فاطمه معايا؟ ايوه يا مستر. تمام، فاضل عندي مساله لفاطمه ومساله لاحمد وننهي درس النهارده ان شاء الله. طيب يلا يا فاطمه، يلا بص كده مساله، ده تكامل، مساله تكامل 5 س زائد 2 الكل اس 6 بالنسبه لداله س. هن
هننزل الكوب من هو ونقول أس سبعة وهنقسم على زائد اتنين أس سبعة على سبعة في خمسة. برافو. زائد ثابت. زائد الثابت وبعد كده هنقول هنعمل ايه؟ هنقول سبعة في خمسة. الفصل زي ما هو على خمسة وثلاثين زائد ثابت. زائد ثابت. هنديلكم كم مسألة كده تفكروا فيها على أساس إن احنا نحلها واجب وانتظروا بكرة الصبح هيبقى إن شاء الله عندنا لقاء سريع برضو في إيه؟ في شرح تكملة التكامل بس تحلوا الواجب بس إيه؟ تحلوا الواجب. طيب افرضوا يا أولاد قوسين مضروبين في بعض. اخد محمد كده يحل لي مساله زي دي عشان قلت محمد هيحل معايا مساله. احمد بص يا محمد بص يا احمد لو جالك مساله تكامل زي دي 3 س سالب 1 كويس مضروبه في س تربيع زائد 2 بالنسبه لداله س تعرف تحل المساله زي دي؟ نضربها ضرب الجبر يا مستر. اضرب يا باشا وانا معاك اهو معايا العصاية. ها استنى كتير. لا طب اقول لك انا. قول يا مستر. بص يا باشا الحد الاول ده في كام رقم؟ اتنين. اخد الرقم الاولاني خد بالك بقى هعمل ايه؟ هضربه في الاول وبعد كده اضربه في الثاني بشرطه. يعني 3 س في س تربيع بكام؟ ب 3 س تكامل. اجمع الاسس في الضرب. اهي. تمام. اجمع الاس في الضرب. واخد ال 3 س اضربها في 2 بكام؟ ب 5 س. راجل يا طيب يا راجل يا طيب 3 في 2 ب 6 يا ولد 2 ب 6 خلاص خلاص نقوم جاي كده على السالب 1 باشارته سالب 1 بايه يا اولاد باشارته مره اضربه في الحد الاول مره اضربه في الحد الثاني لما اضرب سالب 1 في س تربيع يديني سالب س تربيع ولما اجي اضرب سالب 1 في 2 يديني سالب 2 خلاص مشكلتي اتحلت بالنسبه لداله س وابتدي اعمل بقى يلا زود الاس واحد واقسم على الاس الجديد 6 س تربيع على 2 سالب س تكعيب على 3 سالب 2 س زائد سالب اللي له سؤال في المساله دي يتفضل يسال اللي له سؤال عشان دي فيها الواجب اهو ما رضيتش اعديها كده وقلت هشرح اللي له سؤال يتفضل يسأل. أمل عندك سؤال؟ لا يا مستر. طب نزلي ايدك. فاطمة عندك سؤال؟ لا يا مستر. طيب ممكن بقى تبصوا بقى على التليجرام كده وقولوا لي الواجب اللي أنا بعته بالدردشة وصل ولا لسه؟ لسه يا مستر. معاكم سبع مسائل وارجوكم ارجوكم حلوهم دلوقتي. يعني ايه دلوقتي يا مستر؟ يعني انت دلوقتي تخلصي ها؟ واللي ما صلاش العصر يصلي العصر يبتدي يحل السبع مسائل دول. وابعت على بقلب على فين؟ على الموقع بتاع التليجرام وابعت على دردشة دبلوم صناعي على التليجرام. شكرا لكم وبكرة ان شاء الله انتظروا مني ميعاد جديد وتكملة التكامل. شكرا يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.